هذه القصيدة من كلمات الشاعر محمد البجادي البقمي أثناء رحلته العلاجية بالهند، ومن آداء الشاعر راقي العرجاني. البارحة بالهند هلّيت دموعي، في غرفة بعد الدور الأول الحالي، مليت منها قبل كم الأسبوع، لعل ما يمشي عليها لخيالي. البارحة بالهند هلت دموعي، في غرفة بعد الدور الأول الحالي، دار بهلها ما نشوف السنوعي، روس انت وما ما لها صدق والي، فليت منها قبل كمل أسبوعي، لعل ما ينشي عليها الخيالي. عي الطبايعهم توافق طبوعي، اللي مع الله قاطعين الوصالي، ماني وانا محمد بخبل دنوعي، اعز روحي عن دروب الاخبالي، ابكي على شوف الاهل والربوعي، وذيك الديار اللي بها كل غالي، طيحتي يا كثر والله فزوعي، كلني يراسل من جنوب وشمالي، سمو البقوم مفرقين الجموعي، اللي علياه ما رضت بالعدالي، واصحابي الوافين من كل نوعي، من القبايل محتمين التوالي، واليا ذكرت البل نهشني يمزوعي، والطارف بعيري وذيك الغوالي، ماني على ما صار قلبي جزوعي، رضي بحكم الله عزيز الجلالي، ويا قلبي اللي بين حدب الضلوعي،